هن بس ساعة، لما تطلع الشمس بقول يا صقل الغايب وطالع الثاني لما يطلع. قليلة هي الكلمات في حضرة الشوق للقاء. أم وأب لم يروا ابنه الأسير منذ سنوات، انتهت محكوميته في سجون المحتل، وفي زمن الكورونا وضع الأسير فور الإفراج عنه في الحجر الصحي، حيث لن تراه العائلة إلا بعد 14 يوما. في بلدة بيت حانون حيث منزل العائلة أوصلنا الأسير بأمه وأبيه عبر الهاتف. راتب، الحمد لله على السلامة مرة ثانية. يعني احنا عند والدك في البيت. سؤالنا لك انت الآن اكيد متحمل، احنا بنسأل والدك كمان، انت حاب تروح تزوره في المكان الحجر؟ والله انا بدي اقول لك حاجة واحدة، بالنسبة للحجر هذا من مصلحتنا، فانا بعتبره عند اهلي واخواني، يعني الاطباء اللي عنده اخوتي ولا العمل اللي عنده اخوتي، فانا بدي اقول لك حاجة واحدة، يعني انا بالنسبة لي مبسوط جدا، ومش يعني وقبلان هذا الشيء كله، يعني بالرغم اني انا ما شفت من 12 سنه وهو ما يعني ما شفت نهائي وكذي ومتحمل هذا كله، لكن من اجل وطننا. حاولنا الوصول الى الاسير في محجره لكن دون فائده، فعدنا الى بيت العائله. قبلت عائلة الأسير راتب وضع ابنها في الحجر بعد الأسر، فيما يبقى في سجون الاحتلال أكثر من 5000 أسير فلسطيني لا يمتلكون وفق المنظمات الفلسطينية الحد الأدنى من مقومات حماية أنفسهم. توقفت الحركة أمام هذا المقر، قبلة أهالي الأسر أسبوعيا. شحيحة هي الأخبار من السجن، كثيرة هي التحذيرات بشأن الأسرى وحالتهم الصحية. الأمور قد تكون مرشحة لإصابة يعني عديد من الأسرى بهذا الفيروس أيضا من خلال الاحتكاك المباشر ما بين الأسرى أنفسهم وبين السجنين الذين يرتدون أماكن خارج السجون، وبالتأكيد يختلطون بالواقع في يعني خارج السجون. لذلك هناك مطالبات بأن يكون هناك انتباه من قبل المؤسسات الدولية وحتى على الصعيد المحلي الفلسطيني. في الأسابيع الماضية رفع الفلسطينيون شعار الأسرى خط أحمر، ومع أنباء انتشار الفيروس في إسرائيل قالوا إن أي مساس بهم سيشعل غضبا عارما. باسل خلف، تلفزيون العربي، قطاع غزة.